خلينا نروح لفقرة نمبر ون. ماشي هنعرض لكم. بتزنقوا الموضوع. هي حلاوتها ولا هي صعبها. ولا يهمك. ماشي يلا. نقطة القوة في المنتخب السنغالي. اختار واحد يا استاذ جمال. نبص فين هنا ولا مندي ولا ماني ولا كولوبالي؟ لا طبعا ساديو ماني. الخطر يعني أنا من وجهة نظري بيجي منه يعني. هو ماني الاشهر والافضل. هي واحد بس يا ريس اختار واحد. ما انا قلت ماني بس انا بعدد ماني ليه؟ هو قال لك اختار نمبر 1. ما انا قلت لاعب تتوقع تألقه امام السنغال باذن الله يا رب كل ال11 لاعب يتألقوا ما يبقاش واحد بس. النني عمر كمال عبد الواحد محمد النني. النني النني ماشي استاذ شباب. انا عايز اختار واحد تاني. براحتك محمد صلاح. محمد صلاح طبعا بس هو مش في التلاتة. ما انا قلت عايز اختار واحد بس هو احنا يعني محمد صلاح ده ما بيتحطش في مقارنة. حلوة. منتخب كبير تتوقع عدم تأهله لكأس العالم. غانا نيجيريا الكاميرون. الكاميرون استاذ شرقاوي. بص يا الكاميرون هتقابل الجزائر. غانا هتقابل نيجيريا. شرقاوي خد دور المحلل. فبالتالي انا شرقاوي بس عشان شرقاوي خلصنا عندنا. ماشي انا بكلمك على الذاكره في عندنا في ليلة. غانا نيجيريا اعتقد ان هو منتخب غانا. لاعب فوجئت بعدم دعوته لحضور مباراه السنغال من الاساطير. بصراحه الثلاثه وانا بتفق معاك. والله الثلاثه. لا هو السؤال مش موفق لان الثلاثه توجه لهم دعوات هم رفضوا. لا كابتن لا. حسن شحاته اعلن ان هو اعتذر علشان حالته الصحيه. كابتن حسن هو اعتذر. اي كابتن حسن ما بيروحش. اعتذر ماشي كابتن حسن ده بعد. بص انا بقول لك يعني معلومه وانا تواصلت مع الناس في اتحاد الكوره ومع اكتر من مسؤول. لا حسن شحاته ولا الخطيب ولا علي مجريشة كانوا محطوطين في الاسماء. بعد ما حصلت الضجه ان ازاي الثلاثه مش موجودين. بداوا بقى يتصلوا تليفونيا بالناس. هو عموما قالوا اسباب كمان. وقال حسن شحاته النهارده طلع وقال ان لا في مصدر قال لك ايه. في موقع عربي يعني كبير نشر على لسان مصدر مسؤول ومهم في اتحاد الكوره. انت عارف لما يبقى مصدر مسؤول ومهم وما تقولش اسمه حاجتين. يبقى ده معناه ده جمال علام. لا يبقى لا انه كمان حد خايف يقول اللي هو لا يعني مسؤول ومهم. قال لك انه الخطيب رئيس نادي فما ينفعش يبقى موجود في مناسبه زي كده وما حققش. الخطيب ما حققش. ده مين ده؟ حسن شحاته. حسن شحاته. طيب ماشي. حتى يا اخي لو مش لعيب يا اخي لو قلنا مش لعيب. لا الخطيب واخد 86 يا باشا. ماشي ما غير كده تاريخه ده راجل. وعلى ابو جريشة التلاته بصراحه. هو عموما طيب عموما هو من غير بقى مصدر. انا كلمت حازم امام. ماشي يعني ما فيش اكتر من كده بقى يعني. تلاقي حازم امام هو المصدر اصلا في الموقع بالظبط. لا هو في عضو مجلس اكتر من عضو قال لي حازم امام هو المسؤول. فكلمنا حازم امام. حازم امام قال لك ان احنا ما واجهناش الدعوه للتلاته ده على لسان الكابتن حازم امام. ممكن اقول لك حاجه؟ اصلا الموضوع ده ما كانش المفروض يدار بهذا الشكل. بمعنى ايه؟ انت النهارده بتقول اساطير هتدعيهم لحضور المباراه. يا سيدي قول نجوم منتخب مصر. لا ما هو على مدار التاريخ. هو بس المشكله ما هي اساطير كتير. هي المشكله اللي عمل المشكله ومش وقتها استاذ جمال. اللي بعد عمل المشكله التقاف. في الصياغه الصحفيه يا باشا بعد كلمه التقاف. الاساطير. طيب لو كان الكلام اللي انت بتقوله ده خلينا بس انا عندي هو القصه خلاص الافضل لمحمد صلاح في الفتره المقبله. يبقى ده تصرف غير اولا تصرف غير موفق من مجلس اداره الاتحاد الكوره. بضم صوته الاستاذ جمال الزهيري ان بعد التاهل اساطير الكره المصريه كتير على بعض الاسماء. ايوه طبعا طبعا يعني اساطير. يبقى هتقلل العدد جدا الافضل لمحمد صلاح في الفتره اللي جايه. ليفربول برشلونه ريال مدريد. اذا الامور في ليفربول ماشيه مع محمد صلاح زي ما هو كده هو العمده بتاع ليفربول. انا رايي وكان قبل كده على فكره رايي ان هو يستمر في ليفربول. النهارده برشلونه بعد ما مشي ميسي وريال مدريد بعد ما مشي كريستيانو خلاص بقوا فرق عاديه جدا. لكن محمد صلاح
اصبح رمز طيب لليفربول. افضل ناقد الا ذا الفلوس بقى كتير. طيب الا ذا الفلوس كتير يا طيب استاذ طيب شراوي. طيب انا اتمنى استمرار محمد صلاح في ليفربول، ما يبصش لحتة الفلوس. محمد صلاح عمل بسم الله ما شاء الله من الفلوس، ربنا يزيده كمان وكمان وكمان، يعني عمل فلوس كويسة جدا من خلال مشواره الاحترافي. هو حاليا أصبح رمز من رموز ليفربول، واستمراره لنهاية مشواره طيب الكروي مع أفضل ناقد رياضي من وجهة نظركم. اتفضل استاذ. لا ثلاثه ما اقدرش ان انا اختار. محترمين جدا طبعا طبعا. وبعدين لكل واحد فيهم يعني كل واحد فيهم نمبر 1 في حاجه. صحيح. طبعا صحيح. بس يعني والثلاثه من رموز النقد الرياضي ومن اساتذه. افضل معلق مصري. افضل معلق مصري حاليا مدحت شلبي، بلال علام، احمد الطيب. استاذ جمال. مدحت شلبي. احمد الطيب طبعا. احمد الطيب. افضل معلق عربي حاليا رؤوف خليف، حفيظ دراجي، عصام الشوالي. لا نقول شوالي. الثلاثة مميزين وكل واحد له شخصية مميزة. اختار واحد. اضرب واحد. ما احنا عملناها في النقد الرياضي. ماشي. لا 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 النقد الرياضي دي انا عديتها عشان صحفي. حفيظ دراجي. حفيظ دراجي. طيب. لاعب سابق يحتاج المنتخب امام السنغال يعني لو كان موجود. استاذ الشرقاوي. حسام حسن. استاذ جمال. حسام حسن بالتأكيد. افضل رئيس لاتحاد الكرة اللي هو حرب كابتن سمير مهندس انا بوريدا. استاذ جمال. حرب الدهشوري. استاذ شراوي. كابتن هاني طبعا. افضل رئيس للجنه الاولمبيه خالد زين، هشام حطب، محمود احمد علي. استاذ شراوي. محمود احمد علي. استاذ جمال. محمود احمد علي.